الكابتن ضياء، يعني انا كنت بشوف اداء مختلف تماما لموسيماني مع سان داونز، والنهارده ما بشوفش دوت في مع النادي الاهلي. هل لان النادي الاهلي طريقه لعب واداء تختلف عن سان داونز؟ ما فيش مهارات كتير الناحيه مفيش الفنيه، سرعة. بيعتمد على طبعا مشاركات النادي الاهلي اكبر واكتر بكتير. النادي الاهلي بيعتمد على اللعب الجماعي اكتر من اللعب الفني والمهاري. بص يا اسلام، يعني ايه وجه الاختلاف؟ ان احنا برضو موسيماني مع سان داونز كان بيقدم الكره الجميله اللي قدر يكسب بيها الزمالك 3 ويكسب الحمد الاهلي لله يا باشا. 5. النهارده انت في اداء لكن مش ممتع، ولا علشان دايما النادي الاهلي بيبص لهدفه البطوله مش هدفه الامتاع؟ النادي الأهلي يكبر أي حد، لعيبة النادي الأهلي تكبر أي حد. لو عنده 40-50% المدرب أو المدير الفني اللي يمسك النادي الأهلي، لو عنده 40-50% يعمل ليه اسم كبير أوي. النادي الأهلي بلاعبته، الأهلي بمن حضر، أتكلم يعني الكلام اللي قلته أنا واثق فيه بنسبة 1000000%، مش تقليلا من اي حد، لكن لا فعلا منظومه النادي الاهلي تكبر اي اسم مدير فني، خصوصا اللي هو عنده. النادي الاهلي يمكن الضغوط اللي عندي موسيماني برضو مش زي سان داونز. النادي الاهلي لا، بطولات بطولات، احنا عايزين بطولات، عايزين اداء، عايزين شكل. يمكن مستر الفايرل لما كان ماسك النادي الاهلي الناس كلها اشادت بحاجه، الروتيشن اللي بيحصل بين اللعيبه والتدوير، وخلال فتره علشان يثبت 10 11 12 قال لك لا انا عندي 15 و16 لعيب هم دول اللي بشتغل عليهم، انت خلي بالك واربعه يا وخمسه فايلر، مش مع اي حد يا محمود. انا معاك، فايلر قبل كورونا كانت الفرقه هايله، بعد كورونا اختلفت بشكل ما هقول لك كبير. ما في ناس قالت لك اصل المشاكل العائليه ومش المشاكل العائليه. انا عايز اقول لك ان الاهلي لا، مع يعني مجموعه لعيبه الناس كلها قعدت فتره من الفترات قالت لك ايه، لا ده فايلر ده دخل حاجه جديده جدا، زي المدير الفني يا اسلام الوادي دجله، كان اسمه ايه المدير الفني بتاع وادي دجله؟ تركيز جونياس. جونياس عمل ايه يا اسلام؟ عمل ايه؟ خلى كل فرق مصر، وبعدين بقى انا بقولها لك اهو صراحه جونياس دوت، كل فرق مصر بدات تخلي حارس المرمى لعيب كوره، بيبدا من تحت. دي الفرق اللي عندها امكانيات وعندها قدرات، يقول لك انا ابدا اشتغل من تحت. ما كانتش موجوده عندنا دي يا اسلام، وعلى ما اعتقد دي ما كانتش موجوده في وادي دجله بصوره. كان موجوده في النادي الاهلي يا كابتن، مش يعني بالصوره انا دي. كان على فكره اللي كان بيعملها لنا مستر هولمان بس ومستر هاليس، ان احنا بيخلينا بس نبدا بالصوره دي. لا كان بيخلينا نبدا دلوقتي الهجمه كل من الفرقه تحت. شغالاها. وبعدين انت عندك الجون دلوقتي بقى لعيب كوره، ان انت النهارده ما هو لعيب. انا بقول لك انا لما ارجع له الكوره لازم يبقى عندي ثقه. انا على ما اعتقد ما كانتش بالصوره دي. انا عندي ممكن.